أصعب. اختيار المؤتمر بيصادف ذكرى عزيزة على كل مصري، وهو عودة سيناء الحبيبة إلى حضن الوطن بعد سنوات من الاحتلال الصهيوني لها، فبيحمل علامة النهاردة على أرض سيناء. احنا في الإسماعيلية في الجانب الآخر على مرمى البصر مننا بنرى سيناء الحبيبة بتدور على أرضها اليوم معارك تنمية ومعارك مع قوى ظلامية بتحاول أن تسقط هذا الوطن. ولكن طبعا الحمد لله القوات المسلحة رجال الشرطة استطاعوا أن يطهروا سيناء من هذه القوى، ويبقى شرازم أو فلول بسيطة جدا القضاء عليها في أسابيع قليلة إن شاء الله سيأتي. الموضوعات اللي اتقالت النهاردة لو ناقشنا دي بس يبقى عملنا إنجاز، ولو وصلنا لتوصيات مهمة في الموضوعات اللي هتتناقش في الورش والندوات بعتقد انه ده كافي جدا. يعني عامه الحقيقه في ملاحظه عامه ناس كثيره جدا بتعلق عليها، بتقول انه التركيز على الموضوعات في المؤتمر ده تحديدا دي القضايا اللي مش بس بتهم الشباب، دي القضايا اللي بتهم المجتمع كله. يعني احنا لسه مخلصين حالا دلوقتي جلسه الحديث عن غلاء الاسعار وسبل مواجهه غلاء الاسعار، والحقيقه فكره انه الشباب هو اللي بيقدم الرؤية وهو اللي بيقدم العرض في تحليل غلاء الأسعار والأسباب فيه وأسباب التضخم اللي وصلنا له دلوقتي، وكمان بيقدم رؤياه في معالجة غلاء الأسعار وهذه المشكلات الاقتصادية الصعبة. أنا بعتقد أن دي حاجة الحقيقة أنها مختلفة جدا. الجلسة الافتتاحية ركزت على الخدمات اللي بتقدم للمواطنين، كان فيها وزير النقل، وزير الإسكان، ووزير وسات الفريق مميش نتكلم على منطقة قناة السويس. فأنا كنت سعيدة جدا، أنا كنت مشاركة يعني بتفرج على هذه الجلسة، كنت سعيدة لما يعني الوزيرين أشاروا إلى دور اللي بتقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. صراحة بتبقى أفضل لما أسمع هو رأيه إيه في التعاون اللي هو البناء بيننا وبين الوزارة. إحنا في الآخر وزارة بتخدم على الوزارات المختلفة، إما من خلال إن إحنا إزاي يكون في تنمية أكبر لمشاركة القطاع الخاص، من خلال بقى إصلاحات تشريعية وإصلاحات مؤسسية، إزاي إن إحنا نقلل البيروقراطية، إزاي إن إحنا نساعد القطاع الخاص يكون مشارك في هذا القطاع. النهارده بنحتفل بالمؤتمر، يعني الجميل فيه انه بيتم بشكل دوري، وخصوصا النهارده احنا بنتكلم عن سينا، فكان الاحتفال مش مجرد احتفال تلفزيوني او اعلامي فقط، لكن حرص الدوله وحرص الرئيس نفسه على انه يحضر الشباب هنا كان ليه اثر كبير. عايز اقول لك من اول لحظه وصلنا اصلا فيها واحنا بنعدي القناه وبنعدي القناه الثانيه وبنشوف قد ايه في انجاز حصل بعد ما كانت مصر بتمر بحاله حرب وما زالت بتمر بحاله حرب ضد الارهاب، ادانا ده في حد ذاته ادانا امل. يعني فكره المناقشات اللي هتتم في المؤتمر انا شايف انها جاده جدا وجميله، بالاضافه ان هي جديده. يعني فكره وجود برلمان شبابي ومناقشه تشريعات جديده وبدون وزراء اعتقد ان هي جيده، وهتكون ليها مردود في الشارع المصري.